مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. قداسة البابا يصلي قداس الأربعين لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بشوي. الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة للشهيد مارجرجس الروماني بالرزيقات. والنقابة العامة للمرشدين السياحيين تزور أشهر أماكن إقامة العائلة المقدسة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الكنيسة. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية صلاة القداس الإلهي صباح يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري بدير الشهيدة دميانا بالبراري في ذكرى الأربعين لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير الشهيدة دميانا بالبراري. شارك في القداس لفيف من أحبار الكنيسة والأباء كهنة الإباراشية وراهبات الدير. وكان قداسة البابا قد أصدر قرارا بابويا بتكليف نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها بالإشراف على إباراشية دمياط وكفر الشيخ لحين سيامة أسقف جديد لها. نتابع. صلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح السبت القداس الإلهي بدير القديسة دميانا بالبراري في ذكرى الأربعين لنياحة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بشوي مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة. وشارك في الصلاة لفيف من أحبار الكنيسة والآباء كهنة إبراشية المطران الجليل المتنيح وراهبات الدير. عز علينا رحيل حبيبنا مثلث الرحمات الأنبا بشوي، لكن احنا نشكر ربنا انه وان كانت فهو يتكلم بعد، يتكلم في حياة الكنيسة مش النهاردة بس لكن إلى منتهى الأعيان، لأنه ما تركه من تراث وخدمة يشهد لي حياته المضية المشرقة في حياة الكنيسة. تحدث قداسة البابا شارحا لإنجيل الراعي الصالح موضحا صفات الراعي الأمين ومتذكرا الكثير من ما قدم الأنبا بشوي، وهو ما عبر عنه أيضا أساقفة الكنيسة في الحديث عن المطران المتنيح. شفنا فيه الأب المعلم وكان حريص جدا على التعليم لكنيستنا الأرثوذكسية وأصالة عقيدتها وإيمانها، وشفنا فيه الراعي الصالح، وشفنا فيه الأب المحب الحنون اللي كان يهتم بكل صغيرة وكل كبيرة. شفنا فيه برغم المسؤوليات والمهام الكتيرة جدا اللي أسندت إليه في عصر وعهد المتنيح البابا شنودة، لكن كان دقيق جدا جدا في كل صغيرة وكل كبيرة. الحقيقة أنبا بشوي شخصية كبيرة جدا في الكنيسة القبطية، عمود أساسي من أعمدة الكنيسة، يعني له مجالات كتيرة قوي. سيدنا البابا كان لسه برضو بيتكلم بيقول على مستوى الرعاية والإبرشية، يعني هو متميز جدا في رعاية إبرشية ودير كمان دير رهبات ومولد، حوله من مولد يعني معلش اسمح لي كان في حالة صعبة جدا، دلوقتي بقى مولد روحي وتجمع كنسي حلو جدا ده بالنسبة لإبرشيته هو. لكن بالنسبة على المستوى الكنسي قعد في أكثر من 25 سنة يعني سكرتيرا للمجمع المقدس متحملا كل مشاكل الكرازة المرقصية. كان علاقته طيبة مع كل الطوائف، مع كل إخواتنا المسلمين زي ما سمعتوا. اتعلمنا منه كتير قوي إن إزاي يحب الفقراء وإزاي يكون عطوف عليهم ومن كل قلبه، ودقيق جدا في كل عباراته في تعاليمه. أنا الحقيقة كنت بستغرب، كان واخد من روح قداسة البابا شنودة كتير قوي قوي. كان نيافة الأنبا بشوي قد تنيح يوم الثاني من أكتوبر 2018 إثر أزمة قلبية مفاجئة، وعقب ساعات من عودته من أرمينيا التي زارها للمشاركة في لقاء مسكوني بتكليف من الكنيسة.
76 عاما قضاها نيافة الحبر الجليل الأنبابيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ في هذه الحياة. درس الهندسة وأخذ الماجستير، ثم فضل حياة الدير، ترهب ووعظ وأعطى وعلم وكرز، والأهم أنه ترك بصمة حقيقية في تاريخ الكنيسة المعاصر. نتذكره اليوم بعد مرور 40 يوما على انتقاله لمكانه الأبدي. هنيئا ثم هنيئا ونعما لك يا أنبابيشوي. من دير القديسة دميانة بالبراري، فريد إدوار، سي تي في. أقيم يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري احتفال بذكرى الأربعين للمتنيح نيافة الأنبابيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ بدير الشهيدة دميانة في براري بلقاس بمحافظة الدقهلية، بحضور قداسة البابا طوادروس الثاني ولفيف من الأباء الأساقفة الأحبار والأباء الكهنة وشعب إبراشية كفر الشيخ، وبمشاركة الدكتور كمال شاروبي محافظ الدقهلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدد كبير من القيادات والمسؤولين. نتابع. أقام دير القديسة دميانة بالبراري حفل تأبين لنيافة المتنيح الأنبابيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ عقب صلاة قداس الأربعين، بحضور قداسة البابا طوادروس الثاني ومحافظي دمياط والدقهلية والعديد من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين ورجال الدولة. الأنبابيشوي كان سيدنا كان إنسان عظيم جدا وكان مثقف، ومن لنا يعني أنا ممكن ما أكونش التقيت به غير مرة واحدة، يمكن قبل الوفاة بحوالي 3-4 أيام، بس قعدت مع قعدة طويلة وحسيت إن هو إنسان ذو علم وذو ثقافة وإنسان عظيم بمعنى الكلمة. يعني طبعا سيدنا الأنبابيشوي قد يعني قيمة وقامة وله تاريخ كبير في محافظة الدقهلية، ويمكن أنا الحقيقة يعني ما عصرتوش فترات كبيرة، لكن كنت بشوفه طبعا من خلال التلفزيون والكتابات والكثيرة اللي قرأت بعض منها، لكن ما سمعته الحقيقة من شعب الدقهلية عن سيدنا وعن محبته وعن رعايته للفقراء يعني. وأنا طبعا محب للأنبابيشوي، وكنت حريص أن أنا أحضر النهاردة باكر أدور القداس الأربعين لسيدنا مثلث الرحمات الأنبابيشوي. انت امام انسان بالاول كده، انسان بالدرجه الاولى يعني في معاني الانسانيه، اتنين مثقف على درجه عاليه من الثقافه، لان كانت لقاءاتي معاه كانت بتستمر بالساعات، بنتحاور في كافه ما تتخيل من علوم من ثقافه من تاريخ، كل الامور اللي تتخيلها كان نتناقش فيها، وكنت بتجد انك قدام انسان قارئ ومتبحر في كافه مناحي العلوم كلها، يعني ما كانش متوقف عند حاجه معينه. بدا الحفل بكلمه من نيافه الحبر الجليل الأنبابولا اسقف طنطا، والذي كلفه قداسه البابا بالاشراف على ابراشيه دمياط مؤقتا لحين سيامه اسقف جديد لها، ثم تلا ذلك العديد من الكلمات الرسمية والترانيم، ثم فيلم تسجيلي عن المطران المتنيح. مهما تكلمنا وأطنبنا وأسهبنا في الكلام عن نيافة الحبر الجليل المتنيح مثلث الرحمات قداسة أبونا المحبوب والمحب الأنبابيشوي، يعني يعجز اللسان بجد، وأي بيان يقل عن أن يعبر عن ما يجيش بخلدنا عن نحو هذا الرجل العظيم. حقيقة أن الأنبابيشوي التقينا كثيرا طبعا، سواء في المناسبات التقليدية أو في غيرها من المناسبات ولقاءات شخصية. الحقيقة في ذكرى الأربعين وجهت الدعوة إلينا، فكان لابد أن نلبي انطلاقا من الأخوة والمحبة التي تربط بين المؤسسات الدينية وتربط بين أبناء المجتمع الواحد. وبدا خلال حفل التأبين التأثر الشديد على راهبات دير القديسة العفيفة دميانة، حيث عمر المطران المتنيح كثيرا في هذا الدير، وأحيى احتفالا سنويا روحيا في عيد القديسة دميانة في مايو من كل عام. قال قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن الأنبابيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ المتنيح إن أعماله نعرف عنها القليل بينما يعرف عنها الله الكثير، وهو أفضل ما قيل في هذا المطران الذي خدم الكنيسة القبطية بأمانة ومحبة حقيقية من القلب.
من حفل تأبين الأنبابيشوي من دير القديسة دميانة بالبراري. فريد أدوار، سي تي في. استقبل قداسة البابا طودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أسر شهداء ومصابي الحادث الإرهابي الأخير بطريق دير الأنبا صموئيل. حرص قداسته خلال اللقاء على تعزية أسر الشهداء والتأكيد على مساندة الكنيسة لهم، كما اطمأن قداسته على أحوال المصابين الذين لا يزالوا يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر. في سياق متصل، قام نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة على رأس وفد من أبناء الإبراشية بزيارة لمصاب طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بمستشفى الشيخ زايد، حيث حرص نيافته على التحدث مع كل فرد على حدة، مما كان له أثر إيجابي كبير عليهم. استقبل قداسة البابا طودروس الثاني يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفدا من رؤساء أديرة الرهبان والراهبات من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. يأتي لقاء قداسة البابا والوفد الرهباني الروسي في إطار زيارتهم الحالية لكنيستنا القبطية، والتي من المقرر أن يقوموا خلالها بجولة في أديرتنا القبطية. استقبل قداسة البابا طودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري سير جيفري آدم سفير بريطانيا الجديد في مصر في إطار توطيد العلاقات بين الكنيستين المصرية والإيطالية. احتفل دير الشهيد العظيم أرجرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر من يوم 10 وحتى 16 من شهر نوفمبر الجاري بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم أرجرجس الروماني باللد بفلسطين بحضور لفيف من الأباء الأساقفة الأجلاء. ويجمع الدير جمهورا كثيرا للاحتفال كل عام من جميع أنحاء الجمهورية. نتابع. احنا بنحتفل بعيد تكريس اول كنيسة للشهيد العظيم ماري جرجس باللد اللي هيكون يوم 7 هطور، وان شاء الله يكون موسم كده حلو ونأدي الدور المنوط مننا. الخدمة بتبتدي من الساعة 6:30 صباحا، تبتدي بالقداس الالهي من الساعة 10 للساعة 12 مدارس احد. انضمينا بإشراف نيافة الأنبا بيمن واللجنة البابوية مع دار الكتاب المقدس عشان خاطر نقدم صورة أحلى للمجتمع اللي احنا عايشين فيه بنتعامل معاه. دايما بنيجي الدير ونحتفل بتدشين أول كنيسة باليد فلسطين، والاحتفال بيبقى جميل جدا مفرح للناس والشعب كله والصعيد، والعكس مش الصعيد بس كمان على مستوى الجمهورية كلها. ماري جرجس دايما بيفرح القلوب، بيجمع الناس كلها برغم الاضطرابات الموجودة في حاليا في مصر كلها، لكن برغم ذلك الناس حريصة نتيجي جواها، مفيش خوف مفيش قلق، بالعكس فرحانين ومبسوطين. الاحتفالات زمان ما كانش يمكن حد بيستفيد كتير، لكن نشكر إلهنا الصالح فريق الخدمة والرعاية، ودي من تبع لجان الخدمة والرعاية بالمجمع المقدس، عملوا الخدمة دي. بنبدأ صباحا بالقداس الإلهي ثم مدارس الأحد، ثم بعد ذلك نحضر الدورة وأولادنا يكونوا مشتركين معانا، وبالليل بتبقى عظة لأحد الأحبار الأجلاء. الاحتفال هنا عظيم جدا ومبارك، والناس بتيجي بأعداد رهيبة جدا، ولولا التنظيم ولولا الخدمة ولولا الرعاية فعلا اللي بيلاقوها ممكن تحصل فوضى، ولكن نشكر إلهنا الصالح إن كل شيء منظم والحمد لله، نشكر ربنا.
استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري سفير دولة بيرو بالقاهرة، حيث رحب قداسته بزيارة سفير بيرو للمقر البابوي وتبادل معا مجموعة من الموضوعات، وتم في نهاية اللقاء تقديم هدية تذكارية لسيادته بمناسبة الزيارة. بمناسبة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء مسار العائلة المقدسة، نظمت النقابة العامة للمرشدين السياحيين زيارة لأشهر أماكن إقامة العائلة المقدسة في مصر بمحافظتي المنيا وأسيوط، حيث تمت زيارة دير القديسة العذراء بدرونكا ودير القديسة العذراء المحرق ودير القديسة العذراء بجبل الطير، وذلك في الفترة من 7 وحتى 9 من شهر نوفمبر الجاري. وأهم أهداف الزيارة هو وإعلان التأييد لمشروع أحياء مسار العائلة المقدسة والعمل على نشر الوعي بأهميته، كذلك نشر الوعي الثقافي والسياحي بين جميع فئات المجتمع. نتابع. احنا النهاردة موجودين في دير السيدة العذراء بدرونكا محافظة أسيوط لكي نحمل رسالة من نقابة المرشدين السياحيين إلى كافة أطياف الشعب المصري، رسالة من سفراء مصر بالداخل إلى جميع السادة الأجانب الزوار ضيوف مصر، جايين نقول إحنا أبناء الوطن، إحنا عندنا دور وطني لابد أن نقوم به، هو نشر الوعي، نشر الثقافة، نشر الفكر السياحي، نشر الوعي التاريخي بتاريخنا وبحضارتنا. احنا النهاردة معانا مرشدين جمهورية مصر العربية كلهم بيزوروا نقاط رحلة العائلة المقدسة، ودول من أهم النقاط على الخريطة. هم عددهم 25 نقطة، لكن في أسيوط منهم أهم نقطتين، لأنهم منهم بدأت نهاية رحلة العائلة المقدسة. شايفة أن اللي حصل النهاردة وزيارتنا لدير العذراء بدرونكا أسيوط خطوة إيجابية جدا من قبل الدولة عامة، وطبعا من قبل نقابة المرشدين وبالاشتراك مع وزارة السياحة وبعض النقابات الأخرى، خطوة إيجابية جدا. احنا هنا النهاردة بالاتفاق مع نقابة المرشدين السياحيين وبعض النقابات الأخرى لإحياء مسار العائلة المقدسة. احنا النهاردة هنبتدي بدرونكا، وبكرة إن شاء الله رايحين دير المحرق، ولسه هنروح اليوم اللي بعديه المنيا، وهكذا إن شاء الله كل يوم هنعمل حاجة جديدة الفترة اللي جاية. ده طبعا عشان خاطر نبين للعالم كله إن احنا زي ما احنا مهما إيه اللي حصل. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري مجمع كهنة إبارشية منفلوط برفقة صاحبي النيافة الحبر الجليل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ونيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها والنائب البابوي لإبارشية منفلوط. تم خلال اللقاء تدارس الأمور الرعوية بالإبارشية بعد نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط يوم 18 من مارس الماضي. شهد معهد الرعاية والتربية صباح يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مناقشة رسالة الماجستير للدكتورة الباحثة منال فايز، وموضوعها انخفاض معدل حضور الشباب في الاجتماعات الروحية الكنسية الخاصة بهم ودور الكنيسة في التعامل معهم، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقوسنا وعدد كبير من الأساتذة المتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس. نتابع. نظم معهد الرعاية والتربية صباح يوم الأحد بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ندوة لمناقشة رسالة للحصول على درجة الماجستير للباحثة الأستاذة منال فايز، وموضوعها انخفاض معدل حضور الشباب في الاجتماعات الروحية الكنسية الخاصة بهم ودور الكنيسة في التعامل معهم، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب. تكونت لجنة المناقشة من نيافة الحبر الجليل للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقوسنا وتوابعها، والدكتور نصيف فهمي رئيسا ومشرفا على الدراسة، والدكتورة إيمان نصري مناقشة.
هو احنا طبعا عشان في مجال الخدمة في الشباب فلاحظنا ان في ظاهرة قلقنا منها كتير مننا قلق منها ان عدد الشباب بيبقى قليل جدا في الاجتماعات الروحية الخاصة بيهم، ورغم عن ذلك بنلاقي ان العدد بيزيد في المؤتمرات في الكشافة في الأيام الرياضية في الرحلات. فكان لازم احنا ندور علشان ناس مهتمين بشؤون الشباب ايه السبب وراء الظاهرة ديت، ده غير ان الظاهرة ديت هتيجي عليها آثار ضارة كتيرة، لان الشباب هم مستقبل الكنيسة وهم قلب الكنيسة. فلما يبقى مستقبل الكنيسة بيبتدي ان هو ينسحب من اجتماعات الروحية، ده مؤشر خطير، مؤشر مش سهل. فكنا حابين نعرف ايه الأسباب وننزل على الأرض الواقع، يعني مش أكاديميا بس، لا ده أكاديميا وميدانيا كمان، ننزل لقلب الشباب، ننزل للكنيسة، ننزل للشباب نفسهم، ناخد آرائهم، نعرف منهم الواقع اللي هم حاسين بيه علشان إحنا كمان نبتدي ننقله وعلى أساسه توجد حلول على أرض الواقع. وده إحنا لما عملنا يعني شجعت الدراسة دي عشان نعرف ليه هم قالوا في الاجتماعات. طبعا انا عارف اوريدي لاني برضو قريب منهم ان هم على النت اكتر، على مواقع التواصل اكتر، وعشان كده احنا نزلنا لهم على مواقع التواصل. شغلنا كله دلوقتي في الاسقفية على الميديا. فلكن برضو عايزين نفهم من الرسالة، طب هو ايه بالضبط بيفكروا فيه، ايه اللي بيحبوا نطور حاجة، يحبوا نركز على حاجة، لازم نسمع. فهي الدكتورة بقى عاملة الدراسة دي ميدانية، فأنا سعيد جدا أن أنا أسمع الشباب بيقولوا إيه، لأن إذا ما كناش نسمعهم مش هنعرف نوصل لهم. دايما الحوار هو اللي وصل الناس لبعضها. حضر المناقشة عدد كبير من الآباء الكهنة وخدام الشباب، حيث تطرقت الباحثة خلال المناقشة في إبراز مشكلات الشباب وأسباب انخفاض حضور الشباب الاجتماعات الروحية الخاصة بهم، وأهمية الشباب في المجتمع ودور الكنيسة في رعايتهم، والأثار الضارة على عدم الاهتمام بالشباب. الرسالة دي من الرسالات المهمة قوي اللي بتعالج مشكلة كبيرة جدا في كنيسنا، وهو انخفاض معدل حضور الشباب الاجتماعات. الشباب طاقة كبيرة، والشباب ركيزة أساسية في الكنيسة عامة وفي الكنيسة الأرثوذكسية بصفة خاصة. فكون ان احنا نلاقي معدل الحضور بيتضاءل في بعض، مش كل الكنائس، في كنائس معدل الحضور بتاعها كويس، فاحنا بنعالج الموضوع دوت من خلال دراسته دراسة علمية. فبنشوف ايه الأسباب، بنشوف ايه اللي ممكن يتعمل في الكنيسة، ايه اللي ممكن يعمله الكهنة ومناء الخدمة والأباء الأساقفة عشان ننهض بالشباب دول، لأن الكنيسة التي فيها شباب قوي كنيسة قوية. اختتمت المناقشة بإبداء لجنة التحكيم إعجابها بالرسالة المقدمة، مقدمين للباحثة بعض النصائح، ثم كرمت اللجنة الباحثة وحصولها على درجة الماجستير. دراسة هامة ومميزة للوقوف على أسباب انخفاض معدل حضور الشباب الاجتماعات الروحية بالكنائس ودور الكنيسة في التعامل معها. فهناك اهتمام كبير من الكنيسة والدولة باحتضان هؤلاء الشباب، لأن الشباب هم همزة الوسط بين الحاضر والمستقبل والعمود الفقري لكل مؤسسة ولكل دولة، لأنهم هم المستقبل ونور وملح العالم. كامل يوسف، نبض الكرازة. استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الأركان والقادة التابعة للقوات المسلحة. ألقى قداسته خلال اللقاء محاضرة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا يوساب الأسقف العام لإباراشية الأقصر بمقر الإباراشية يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري وفدا فرنسيا برئاسة نيافة الأنبا أثاناسيوس موتران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفرنسا وجون ماهر رئيس هيئة حقوق الإنسان المصرية الفرنسية خلال زيارتهم لمدينة الأقصر وبعض معالمها الأثرية. كان الوفد الفرنسي قد أنهى زيارة لمسار العائلة المقدسة، وهو أول وفد فرنسي يقوم بزيارة مسار العائلة المقدسة بمصر. واستقبل الوفد أيضا المستشار محمد مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات المحافظة.
شهدت الكنيسة المرقصية بكلوبيك يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري إقامة يوم روحي لمختلف كنائس وسط القاهرة بعنوان المجامع المسكونية، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وعدد كبير من الشباب والخدام. نتابع. تاريخ الكنيسة يحتاج إلى أفكار مبدعة لتدريسه للشباب، هذا السبب دفع خدمة كنائس وسط القاهرة لإعداد يوم روحي بعنوان المجامع المسكونية بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، والذي أطلعنا على الهدف الأساسي من اليوم. طبعا المجامع دي فكرة حضارية جدا، لما يكون في مشكلة نجتمع ونتناقش ونشوف الحل، يبقاش في نوع من الفوضوية أو نوع من الاستئثار بالرأي، يعني واحد ياخد قراره خلاص ما يهموش بقية الناس. ودي موجودة من في الأصل من سفر الأعمال لما اتعمل أول مجمع في أورشليم عشان يناقشوا قضية التهوت. طبعا لما أثيرت قضية أريوس اجتمعوا في نيقيا وكان عددهم 318 أسقف وحطوا قانون إيمان، وبقى دي قاعدة إن كل ما تتعرض الكنيسة للمشكلة خصوصا لما يكون المشكلة عقيدية ومنتشرة تؤثر في الإيمان على مستوى العالم مش على مستوى محلي، تجتمع الكنيسة كلها من كل مكان وياخدوا القرار. من خلال اليوم النهاردة بيتعرف على مجمع نيقيا، مجمع الأفسس الأولاني، مجمع قسطنطينية، مجمع أنقرة، مجمع كارتاجنة، عاملين كده زي ستيشنز يعني زي وسيله ايضاح للمجمع، بيلعبوا لعبه معينه بيكتشفوا من خلال اللعبه المجمع ده كان بيقول ايه، او البدعه اللي كانت بتتناقش في المجمع كانت بتقول ايه، والرد عليها هم بيتعلموه من خلال المجمع. اليوم حلو جدا، يعني كتير قابلنا لعب بشفرات تمام، بس الشفره المره دي حلوه ان هم بيحطوها في اماكن محدش يتخيلها. كان في الاول الشفره بتبقى عاديه وان احنا بنجمع ايه مثلا وبس، لكن لا اليوم مختلف وانا مبسوطه باليوم جدا، وبشكر طبعا الناس اللي تعبت في تدبير اليوم ده. يعني هو اكيد مفيد لكل الشباب عشان هيعرفوا المجامع، هيعرفوا ازاي كنيسه امنت وكنيسه ازاي بتدافع لغايه دلوقتي عن الايمان بتاعها، وفي قرارات اللي هي اتخذت كل في المجمع اللي هي الحرمانات اللي حصلت، تكمل القانون للايمان، يعني في مجمع نيقيا اتعمل قانون الايمان، عملوا قانون الايمان، وفي حاجات اتخذت اللي هو ان الكاهن ما يتجوزش تاني، وفي قرارات كتيره. ألعاب ومسابقات وتعاون بين الحضور أبرز ملامح اليوم، حيث تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات منفصلة، كل مجموعة يتم شرح أحد المجامع لها بطريقة مبتكرة وتفاعلية، وهو ما أتاح فرصة أكبر للثبات المعلومة في الأذهان. هي تجمع الشباب من كل كنائس وسط القاهرة، سيدنا بيحب يكون فيه لقاءات تجمع فيها كل الشباب من المنطقة عشان يكون في بينهم وبين بعض تواصل وفي تعارف يكون في إطار كنسي. الفكرة جت من ناحية إن احنا في العصر الحديث الإيمان بيتعرض لشوية هجمات، لكن نشكر ربنا إن ما فيش أي حاجة من هذه الهجمات تعتبر حديثة. كل البدع وكل الهرطقات اللي بنتعرض لها اليومين دول هي حصلت في القرون الأولى للإيمان بتاعنا، القرن الثالث والرابع والقرن الأول الميلادي، وترد عليها ففيش حاجة جديدة. فاحنا اخترنا خمس مجامع مسكونية: نيقيا، أفسس واحد، قسطنطينية، أنقرة، قرطاجنة. اتناولناها بس اتفقنا احنا بنحضر لهذا اليوم من حوالي أكتر من 30 يوم، واللي شارك في عدد هذا اليوم حوالي 30 شاب وفتاة من شباب كنائس وسط البلد: المرقسية، الأوللي، حارة زويلة، حارة الروم، السقايين، حارة الروم، و المجامع المسكونية جزء هام في تاريخ الكنيسة القبطية، والتكنولوجيا والألعاب المبتكرة جزء من ثقافة الأجيال الحالية، والمزج بين الاثنين في الخدمة هو هدف يحقق المنفعة ويواكب العصر. المجامع المسكونية على أرض المرقسية فكرة جديدة بتنفذها كنائس وسط القاهرة علشان تعرف الشباب على خمس مجامع مسكونية مهمة جدا في تاريخ الكنيسة القبطية، أهم البدع اللي ظهرت في الوقت ده، أهم الردود عليها، وإزاي الأباء الأولين كانوا بيجتمعوا علشان يناقشوا البدع دي ويطلعوا قوانين للكنيسة. من الكنيسة المرقسية بالأزبكية، فريد إدوار، سي تي في.
استقبل قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري. السيدة جيدي بينسن رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الاتحادي الألماني البوندستاج لبحث مزيد من التعاون بين الكنيسة القبطية والاتحاد الألماني. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبابيم وأسقف السويس احتفلت الإبراشية بنهضة الشهيد العظيم أرجرجس الروماني بمناسبة تذكار تكريس أول كنيسة على اسم أمير الشهداء بفلسطين. واستمرت النهضة الروحية لمدة أسبوع من يوم 9 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري. وشارك في القداسات والعشريات عدد من الأباء الأساقفة الأحبار الأجلاء ولفيف من الأباء الكهنة من مختلف الإبراشيات. وقد توفى على كاتدرائية الشهيد العظيم أرجرجس بمدينة الصباح شعب غفير للمشاركة في الاحتفال بتطيب رفاته وسط فرحة غامرة بدورة أيقونة الشهيد. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر تابعونا. لقاء تعليمي. لقاء أسبوعي. مع قداسة البابا طوادروس الثاني. لقاء الأربعاء مع قداسة البابا. تشاهدونه في الأوقات التالية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد وإلى أخبار المهجر. قام يوم 7 من شهر نوفمبر الجاري المستشار هبة مصطفى القائم مقام سفير مصر بالسودان والسيد مصطفى خميس الدبلوماسي بالسفارة المصرية لدى السودان بتقديم واجب العزاء في شهداء طريق دير الأنبا صموئيل لنيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف إبراشية عطبرة وأم درمان. وكان في استقبالهم نيافة الأنبا سربامون والقس هدرواردي وأعضاء مجلس الكنيسة. شهدت إبراشية النمسا إقامة مسابقة للألحان القبطية للشباب وذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا جابريل أسقف النمسا والقطاع الألماني بسويسرا. شاركت في المسابقة جميع كنائس الإبراشية. ميشيل ديميان تابع. تحت رعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا جابريل أسقف النمسا والقطاع السويسري المتحدث بالألمانية وبحضور مشاركة المعلم إبراهيم عياد وكهنة إبراشية النمسا وعدد كبير من أبناء الشعب القبطي بالنمسا. خدمة فيها ثمر كبير قوي. الكليريكيين اللي حضروا معايا أنا اتبسطت بيهم والكنائس اللي زرتها كل ما بزور كنيسة بلاقي عدد كبير من الشمامسة وأنا كان ليا فرصة أن أنا أقعد مع الشمامسة وأدرس لهم ألحان في فيينا وفي جراتس. خدنا بعض ألحان كبيرة وصغيرة والحقيقة أنا بشكرهم خورس منسجم مع بعضه في التسبيح. أقيمت مسابقة للألحان القبطية بالمركز الخدمي بالحي 21 بفيينا. المسابقة التي تعد الأولى من نوعها للألحان القبطية بكلية البابا شينودة الثالث الإكليريكية بالنمسا. من مدينة فيينا النمساوية ميشيل ديميان سي تي في.
أقامت إبراشية هولندا برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا احتفالية بمناسبة العيد 33 لتأسيس أول كنيسة قبطية أرثوذكسية في هولندا، وهي كاتدرائية القديسة العذراء بأمستردام، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي وألقى العظة. وعقب صلاة القداس افتتح السوق الخيرية، وكانت هناك برامج تعليمية وترفيهية لأطفال مدارس الأحد وللشباب. وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد الشمعة 34 من عمر الكنيسة. نتابع. احتفلنا بالمناسبة تذكرة 33 لتأسيس الكنيسة، والحقيقة الاحتفال بعيد الكنيسة بيبقى ذكرى حلوة، ان احنا بنقعد نتذكر عمل ربنا معانا وازاي ايد ربنا اتمدت ورتبت لنا مكان جميل نعبد فيه ربنا ويتمجد فيه اسمه وشعبنا يمارس فيه العبادة القبطية الأرثوذكسية بالطقس القبطي والألحان القبطية الجميلة، بل في المرافق بتاعته بنربي أولادنا في مدارس الأحد والشباب بيلاقوا أماكن للخدمة وللرعاية. كل ده بنتذكره النهاردة وبيعود علينا شريط ذكريات جميل، وإحنا بنحتفل بالمناسبة النهاردة 33 سنة لتأسيس الكنيسة ديت. إحنا النهاردة بنحتفل بعيد الكنيسة رقم 33، كنيسة العذراء في أمستردام هي أم الكنائس هنا في هولندا وأول كنيسة تأسست في هولندا. والحقيقة العيد السنة دي مميز لأن الشهر ده افتتحنا كنيستين جداد، كنيسة العذراء ولدت كنيستين جداد في الأبرشية، وبنقول لسيدنا كل عام ونيافتك طيب ومزيد من توسيع الخدمة ومزيد من الثمار بصلوات نيافتك وبصلاة قداسة البابا إن شاء الله. احنا بنعيد بالعيد 33 انقضاء 33 سنة على أول كنيسة في هولندا. طبعا دي اول كنيسة، لكن النهاردة بقى تعالوا اتفرجوا على الأبروشية فيها كم كنيسة وفيها كم كاهن، مجمع كهنة كبير، وسيدنا ربنا يديه الصحة هو اللي كان موجود لوحده في انشاء اول كنيسة في هولندا. زار السيد عبد اللطيف عبد الله معتمد محلية أم درمان يوم السادس من شهر نوفمبر الجاري مزرعة البتول للتهنئة بفوز المزرعة وتكريمها الذي أقيم بمعرض الخرطوم الدولي بأنها أفضل مزرعة في إنتاج البلح المجدول بالسودان وفوزها بجائزة خليفة للتمور. وكان في استقباله لجنة المزرعة وعدد كبير من الآباء الكهنة بإبراشية أم درمان. استقبل السفير خالد عزمي سفير مصر بتل أبيب بمقر إقامته الوفد الكنسي وبصحبتهم نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، حيث زار الوفد مدينة القدس بتكليف من قداسة البابا طوادروس الثاني لمتابعة آخر تطورات الوضع في مشكلة دير السلطان. كان قداسة البابا طوادروس الثاني قد أوفد أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودار السلام وتواباها وسكرتير المجمع المقدس والأنببي من أسقف نقادة وقوس ومنسق العلاقات بين الكنيستين القطية والإثيوبية والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمهندس كامل ميشيل منسق عام الكنيسة في قضية دير السلطان لمتابعة مشكلة الدير القدس. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. م-
مثلث الرحمات، قداسة البابا شنود الثالث، معلم الأجيال. ترك لنا كنوزاً من التعليم في كل المجالات: إيمانيات، روحيات، تأملات، عقيدة، كنسيات، تاريخ، أدب، شخصيات، آبائيات، بهجة وفرح للقلوب. واحنا أصول نصرف للي قاعدين مرة نظارات مكبرة يعني. احنا لا نيأس في الخدمة إطلاقا، كل طاعة لازم تكون داخل طاعة الله. معجزة الألسنة إن اللي اتكلموا بيها من التلاميذ بعضهم كانوا صيادين، يعني لا بطرس ولا أندراوس ولا يوحنا ولا يعقوب كانوا تعلموا في مدارس لغات، دول ناس غلابة. فالله هو الأول باستمرار، وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر بنا. ربنا بيقبل الكل. الشخص العادي لو كشف له ساعة موته هيبقى يترقبها بفزع، فاضل كم يوم، فاضل كم ساعة، فاضل كم دقيقة، ده يموت قبل ما يموت. كفاية كده ومشاف. زغروطة غريغوري دي. إجابات على كل التساؤلات في برنامج كنوز لا تفنى على سي تي في. برنامج كنوز لا تفنى تشاهدونه في الأوقات التالية: مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية من الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع وعددها الصادر يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث نقرأ منها تحت عنوان محافظ الدقهلية الأنبا بيشوي تولى أحد الملفات المهمة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ دقهلية: لم أتخيل يوما أن أرثي مثلث الرحمات الأنبا بيشوي رئيس دير الشهيدة دميانة ومطران دمياط وكفر الشيخ، والذي تولى أحد الملفات المهمة في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقام بواجبه على أتم وجه. جاء ذلك خلال إحياء ذكرى الأربعين لنياحة الأنبا بيشوي، مضيفا أنه: عندما أتكلم عنه فأنا أتكلم عن إنسان محب لوطنه، وما سمعته من المسلمين أكثر بكثير مما سمعته من المسيحيين. ومن الموقع الإلكتروني لجريدة وطني وعددها الصادر يوم العاشر من شهر نوفمبر الجاري نقرأ منها تحت عنوان لجنة الأزمات تنتظر قرار رئيس الوزراء لتسجيل شهداء دير الأنبا صموئيل. تتابع لجنة إدارة الأزمات ومقرها نيافة الأنبا بي من أسقف قوس ونقادة والمسؤول عن متابعة أوضاع الشهداء والمصابين مع الجهات المعنية وأوضاع أسر شهداء طريق دير الأنبا صموئيل وسرعة صرف التعويضات، حيث صدر قرار من وزارة التضامن الاجتماعي بصرف 100,000 جنيه لكل شهيد وصرف 100,000 جنيه لحالات العجز الكلي وصرف 50,000 جنيه لكل مصاب. وتقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن بحالات المصابين، كما تقرر صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين وفقا لإعلام الوراثة. وتتابع اللجنة سرعة إنهاء الإجراءات، وقامت بإرسال خطاب رسمي لمجلس الوزراء ولمجلس رعاية الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء لإدراج أسمائهم ضمن شهداء الوطن ومعاملتهم معاملة الشهداء وضمهم لمجلس رعاية الشهداء والمصابين لينالوا حقوقهم طبقا لما ورد بلائحة المجلس.
ومن الموقع الإلكتروني لجريدة وطني وعددها الصادر يوم الرابع من شهر نوفمبر الجاري نقرأ: خسائر بالغة بدير الأمير تدرس ببني شقير في أسيوط بسبب السيول. تعرض دير الأمير تدرس الشطبي ببني شقير مركز منفلوط بجبل أسيوط لخسائر بالغة بعد اجتياح السيول لمنطقة الدير بالبر الشرقي، والتي سببت خسائر جسيمة من هدم الأسوار الخارجية للدير وتدمير وإغراق مزارع الأغنام والماشية وورش النجارة والمعدات، كما أسفرت الخسائر عن إصابة شخص وفقدان عامل جرفته مياه السيول ويدعى مينا رفعت من قرية الحواتكة. وقد قامت فرق الإنقاذ والغواصين بتمشيط قاع نهر النيل بجوار الدير للعثور عليه، حيث جرفت المياه العامل وبعض ممتلكات الدير. وتتابع محافظة أسيوط تداعيات الموقف، وتم تكليف فريق بحث وإنقاذ لتمشيط المنطقة بالكامل للعثور على الشخص المفقود. وما زلنا مع الموقع الإلكتروني لجريدة وطني وعددها الصادر يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري نقرأ منها تحت عنوان: النيابة تحقق في محاولة فاشلة للاعتداء بالسيف على كاهن بالإسكندرية. تم القبض على متهم وتحويله إلى النيابة للتحقيق معه في تهمة اعتدائه بالسيف على الكاهن بجمني شوقي بالعصفرة. وقال الأب الموقر: بعد أن انتهيت من صلاة قداس يوم الجمعة وأخذت بعض الاعترافات، قمت ببعض الزيارات التفقدية لأسر منطقتي ميامي والعصفرة. وأثناء رجوعي بسيارتي مارا بشارع 30 المؤدي إلى شارع المعهد الديني حيث تقع الكنيسة بمنطقة الشيماء بالعصفرة، وفي حوالي الساعة 5:30 بعد الظهر وقت المغرب فوجئت بشاب في نهاية العقد الثالث من عمره تقريبا يقطع علي طريق موجها إلي سيلا من السباب والشتائم دون معرفة مسبقة به، قائلا: سأذبحكم يا مسيحة، وهوى بالسيف علي وأنا بمقعد السيارة، فملت جهة اليمين لأتحاشى ضربة السيف، وملت بالسيارة أيضا فنزل السيف على الشباك الخلفي مهشما زجاج السيارة مع ترك أثر على قائم السيارة. وحضر الأمن وألقوا القبض عليه وتم ترحيله لقسم شرطة المنتدى ثاني وتحرير محضر بالواقعة. معنا عبر الهاتف الأستاذ نادر شكري الكاتب الصحفي. أهلا بك يا أستاذ نادر. أهلا بك أستاذ نانسي. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أولا أنا عايزة يعني أطمن على دير الأمير تدرس ببني شقير، إيه الأحوال هناك دلوقتي؟ الحقيقه النهارده طبعا امبارح اتفاجئوا بحجم السيول الضخمه اللي للاسف ادت الى خسائر كبيره. مساء الاربعاء ادت الى تدمير السور كامل بتاع الدير، لان السيول جايه من فوق الجبل على منحدر الى الدير اللي هو بيقع تحت الجبل. ادت طبعا الى تدمير للمزارع الموجوده في الدير و حظاير الماشية والأغنام وورش النجارة والمخبز. طبعا الكنائس الأثرية، يعني بخير لأن الكنائس الأثرية موجودة في منطقة أعلى في حضن الجبل، لكن طبعا للأسف الشديد أنه أدت إلى وفاة أحد العمال وهو مينا رفعت، اللي حتى الآن مازال فرق البحث والإنقاذ بتبحث عن يعني جثمانه نتيجة جرفه إلى مياه النيل أسفل الجبل. النهاردة انتقل محافظ أسيوط والأجهزة المعنية إلى الدير، وبيتم حاليا دلوقتي عملية شط المياه من داخل الأماكن أو المباني اللي موجودة في الدير، وكان يعني موجود أيضا وكيل محترمية منفلوط القمص مترز والقمص تدرس حكيم كان كيس عضرب بني شقير. وفي حاليا دلوقتي محاوله ل يعني تكثيف الدير من المياه، وايضا المحافظه كلفت لجنه من الري والاسكان بمتابعه عمليه مجرى او يعني اتجاه السيول والممرات الخاصه بها قبل ما يتم بناء سور الدير، حتى يتم يعني وضع ممرات خاصه
في المستقبل لتفادي تكرار الأزمة. طبعا الأسيول هي اجتاحت بالأكثر محافظة أسيوط امبارح وأدت أيضا لغرق عزبة اسمها عزبة سعيد وتدمير حوالي أكثر من 10 منازل يعني. لكن طبعا الدير كان أكثر الخسائر نتيجة وجوده أسفل الجبل، فده أدى إلى يعني خسائر فادحة فيه. دي أول سنة تحصل كده في الدير، والدير أصلا مفيش مثلا عنده مخرات للسيول، دي أول مرة تحصل إن السيول تقع عليه بالشكل ده؟ لا، هو حسب ما قال أباء الكهنة هناك إنه حصل في 2010 بالفعل سيول، ولكن لم تكن بهذه الخسائر، وتم وضع بالفعل ممرات خاصة بالسيول، لكن مع الوقت هذه الممرات أغلقت أو مع عوامل الطبيعة لم يكن هناك عملية متابعة لها بشكل مستمر، فأدى طبعا إلى تراكم السيول وراء السور الخاص بالدير، مع زيادة المياه أدت إلى تدمير السور، وفجأة اجتاحت السيول بشكل سريع جدا مباني الدير، حتى أن بعض الماشية وبعض الأغنام جرفتها المياه إلى نهر النيل أيضا يعني نتيجة قوتها، وأيضا أجزاء من سور الدير اللي يحاول الشاب مين أن هو يتشبث أعلى السور علشان يتفادى السيول، لكن للأسف شديد السيول اجتازت السور ومين كان أعلى السور إلى نهر النيل يعني. طيب وأخبار الأباء الرهبان الموجودين هناك إيه حاليا؟ يعني هم لسه موجودين في الدير ولا تركوا الدير؟ لا لا يا فندم، الرهبان موجودين بالدير بخير، كان حصل انقطاع كامل للكهرباء بالأمس أيضا والاتصالات، لكن الرهبان بخير لأني يعني المغارات الخاصة بهم أو الأماكن أيضا برضو كانت على في حضن الجبل في أماكن أعلى من المنطقة اللي موجود فيها حذاري المشية والمباني والورش اللي موجودة يعني. فهم حاليا دلوقتي موجودين بيقوموا بعملية الشفط المياه وتكثيف ما يمكن إنقاذه من الآلات اللي موجودة في محاولة لي يعني إعادة إعمار الدير مرة تانية في وجود الأجهزة هناك، وكان المحافظ بيعطي أوامره بسرعة شفط المياه ويعني إعادة التجهيزات الخاصة به وأي دعم، مع سرعة البحث المستمر على مين اللي أعتقد أنه قوة المياه، لأنه الموضوع صعب ومؤلم حقيقة. طبعا هي قوة المياه والسيول أعتقد ممكن أنها تكون يعني جرفته المسافات بعيدة، وده اللي بتقوم به عمليات فرق البحث والغواصين الآن داخل، لكن كل بتمناه في المستقبل انه يتم وضع هذا في الاعتبار خاصة قبل بناء السور، ويتم تجهيز مسارات ومرات خاصة بالسيول حتى نتفادى هذا الامر في المستقبل يعني. شكرك جزيلا استاذ نادر شكري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في نبض الكرازة، ونعود مشاهدينا الى اخر اخبارنا اليوم من الموقع الالكتروني لجريدة المصر اليوم واعدادها الصادر يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، نقرأ منها تحت عنوان البابا طوادروس يؤجل احتفالات ذكرى تأسيس الكاتدرائية بالعباسية لأجل غير مسمى. أعلن قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تأجيل الاحتفالات بذكرى إنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأوضح البابا خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنه تقرر الاكتفاء بالصلوات الكنسية يوم الأحد المقبل الخاصة بتدشين الكاتدرائية. مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. قداسة البابا يصلي قداس الأربعين لمثلث الرحمات نيافة الأنبا بشوي. الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة للشهيد مارجرجس الروماني بالرزيقات. والنقابة العامة للمرشدين السياحيين تزور أشهر أماكن إقامة العائلة المقدسة. ختاما مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.